نشوف إذا في حدا عنده أي سؤال. في أحد الإخوان الأخ علي بيسأل هل هناك جديد عن السفياني؟ إخواني تكلمنا وقلنا، يعني إحنا تكلمنا كفاية عن السفياني، وقلنا أن السفياني هناك في مجموعة من الأحاديث الضعيفة، ولكن في أحاديث قوية عند جمع التنتين سوينا صورة وكوننا هذه الصورة. إنما قلنا أنه أهم صفة من صفات السفياني أنه سيكون ظاهره الخير وباطنه الشر، يعني سيظهر للناس على أنه إنسان سوي، إنسان عادل، إنسان يعني مصلحته ويبحث عن مصلحة الإسلام والمسلمين، هذا الظاهر تبعه. عشان هيك لا يمكننا أن نشير إلى شخص ونقول فلان هو السفياني لأنه ظاهره الخير، سيكون هذا من باب الفتنة، سنقع في الفتنة لأنه نتكلم عن شخص ظاهر الخير ونقول عنه السفياني. عشان هيك أعطينا درس إلى اللي بحب يرجع له عنوانه السفياني ما بين الشخص والشخصية، لا نتكلم عن شخص أن هذا هو السفياني ولكن نتكلم عن شخصية. وقلنا كل من يؤيد الشيطان ويعمل لصالح الشيطان بغض النظر عن الظاهر تبعه، ولكن بيعمل من تحت الطاولة حتى يحقق مصلحة الشيطان، إما إنه كشخصية وليس كشخص هو السفياني أو أحد أعوان السفياني، يعني مع بعضهم هم راح يكونوا جزء من حزب الشيطان. وإحنا بنعرف إخواني إحنا في آخر الزمان، ونقول أيضا والله أعلم، ولكن نحسب إنه إحنا في آخر الزمان، عشان هيك بنعتقد إن السفياني موجود على الساحة، موجود وعماله بيشتغل وبيخطط وبيتفق وبيجتمع مع الشيطان ومع حزبه وبيدمر الشر للإسلام والمسلمين. وعلى رأس هذا الشر كله إخواني تذكروا إنه أهم عمل أو أهم مهمتين من مهمات السفياني راح تكون في آخر الزمان، أولا تسليم المسجد الأقصى للشيطان، هذه أهم مهمة، والمهمة الثانية البحث عن المهدي حتى يتم تصفيته. هدول أهم مهمتين راح يكونوا على السفياني. فكل من اتصف بهذه الأمور هو إما إنه سفياني أو إنه هو عون لا السفياني، وفي كلتا الحالتين هو من حزب الشيطان ومن ممن يواليهم ويمشي بحسب أمرهم. في أخ بيسأل عن فتح القسطنطينية بالتكبير، يدل على أن المهدي لا يحارب هناك ولكن قد يخونها مكبرين ابتهاجا بالنصر والله أعلم. أول شيء إخواني هون كلمة القسطنطينية، يعني لما نتكلم عن كلمة فتح القسطنطينية نذكر أن القسطنطينية هي مدينة قسطنطين، وقسطنطين أو قسطنطين الأول بنى مدينتين، المدينة الأولانية اللي هي القسطنطينية اللي في تركيا، والمدينة الثانية مين هي اللي هي روما أو رومية، روما هي مدينة قسطنطين أيضا بناها. فلما نسأل يعني فتح القسطنطينية في آخر الزمان هل سيكون في تركيا ولا سيكون في إيطاليا، على الغالب الحديث هنا يحمل على روما، فتح روما أو القسطنطينية اللي موجودة في إيطاليا والله أعلم، وستفتح بالتكبير. وهذا إذا دل إنما يدل وحده على أنه جيش المهدي سيكون مؤيد من السماء، مش إنه والله يعني مؤيد من السماء إنه يعني هناك اتصال ما بين المهدي وبين السماء، لا، في فرق إخوان ما بين إنه إحنا قلنا إنه المهدي ليس بنبي وليس برسول ولا يوحى له، وبين ما نقول إنه المهدي مؤيد من السماء. شو يعني مؤيد من السماء؟ أن الملائكة ستكون مع جيش المهدي والله أعلم، وأن الجان المسلم أيضا سيحارب مع جيش المهدي ونقول والله أعلم. عشان هيك لربما التكبير اللي بيكبر فيه المسلمين وتهدم فيه جدران مدينة روما يعني أنه الملائكة أو الجان المسلم قام بهذه العملية مع جيش المهدي ونقول الله أعلم. إنما إخواني ما أنا باعتقادي الجازم إنه في آخر الزمان سيكون هناك فسطاطين، فسطاط الأولاني فسطاط كفر
لا إيمان فيه من شياطين الإنس والجن. وبالتالي الفسطاط الثاني فسطاط الإيمان أيضا سيكون من الصالحين والمؤمنين من الإنس والجن في نفس الوقت. فسنشهد كما قلنا يعني حرب من الشياطين على المسلمين، وفي مرحلة من المراحل سيبدأ أيضا تدخل الجان المسلم في هذه الحرب، نزولا على أن الشياطين تمادوا وخرقوا القوانين اللي بنسميها النواميس المسموح لهم أنهم يسووها. فإن تجرأت شياطين الجن على خرق القوانين ستكون شياطين الإنس إن شاء الله بالمرصاد، ستكون الجان المسلم إن شاء الله لها بالمرصاد من الجهة الأخرى. ونقول دائما والله أعلم.